أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن صدق الله.